بهدف عدم الخلط بين مفاهيم التدين الصحيح والتطرف، افتتحت فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. إدراكا من وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بقيمة المعلم ودوره في الارتقاء بالمجتمع، انطلقت الدورة التدريبية المشتركة لمعلم التربية الدينية من داخل أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالتعاون بين الوزارتين، والهدف تأهيل معلم العصر لإعداد جيل واعد. وزارة الأوقاف بتعكف حاليا على التواصل مع مختلف المؤسسات في الدولة لعمل مشترك، وتهدف إلى استراتيجية مشتركة في نشر الفكر الإسلامي الصحيح والوسطي حتى تتعاون المؤسسات كلها، يعني ما بنقتصرش على دور المسجد ودور الإمام والداعية داخل المسجد فقط. فعلا احنا محتاجين دورات تدريبية زي ديت، لأن المعلم بيبقى له تأثير مباشر وغير مباشر وبيبقى قدوة للطالب والطالبة، ولذلك احنا محتاجين للدورات ديت لأنها بتعمق الوعي الديني وبتصحح لنا بعض المفاهيم الخاطئة. احنا على الأقل نبقى عندنا ملمين بالمادة العلمية اللي نقدر نوصلها إن شاء الله 400 لأبنائنا الطلاب في المدارس، اللي نقدر من خلالها نصحح الأفكار ونصحح ونصلح الحاجات اللي هم بيعملوها برضو الجامعات اللي المتطرفة. واستلهاما من رؤية مصر الطموحة في الوصول بالمعلم إلى ما هو أسمى خلال الفترة الحالية، يأتي التدريب للمعلمين بخبرات تربوية جامعية وأكاديمية تلبية لأهداف الوزارتين اللتين تسعيان لتطوير المعلم الديني. بالنسبة لي أنا في أشياء كتير جدا تغيرت عندي، إن شاء الله بإذن الله تعالى أتواصل مع الطلبة في المدرسة بإذن الله، وأحاول جاهدا على قدر استطاعتي إن شاء الله أن أنا أوصل لهم كل ما وصلني الآن من سيادة وزير الأوقاف وسيادة وزير التربية والتعليم، وأتمنى أن الدورات التثقيفية دي تتوالى. دور معلمي التربية الدينية أو اللغة العربية تحديدا لهم دور بارز في إبراز أهمية التثقيف والوعي لدى الطلاب، حتى يكون هناك دور مباشر في مواجهة مثل هذه الفكر التي يتم نشرها بشكل غير مسؤول على قنوات متعددة. تبادل الخبرات العلمية المختلفة ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم الديني للخروج بمدرس عصري مؤهل بكافة الوسائل الحديثة باتت اليوم ضرورة على الانفتاح المعرفي ومواكبة الأنظمة التعليمية، وهو ما تسعى لترسيخه مثل تلك الدورات. من أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وليد هيكل، التلفزيون المصري.